السؤال الثاني. نعم. انا مع واحد السيد كونترا في واحد الحانوت درت معاه يتحمل جميع التكاليف والمصاريف تاع بالمحل، ما بغاش يخلص معايا النظافه. درتي معاه في العقد يتحمل جميع التكاليف والمصاريف المتعلقه بالمحل. ايه ودرتي وذكرتي الضريبه ديال النظافه ما ذكرتش، ولا درتي التكاليف وخليتيها غامضه؟ درت معاه التكاليف والمصاريف قالت تتعلق بالمحل. تعلق بالمحل. اي تكلفه اي مصروف يتعلق بالمحل يتحمله هو. درك ما بغاش يخلص لي النظافه. وشكرا استاذ. واخ واخ. زروب سي حسن. شكرا لك على التواصل ديالك معنا سي حسن. وضع تساؤلين، بقى معنا في الاستماع سمع الإجابة على التساؤل ديالك. رقم الهاتف هو 0535 40 11 12. اتصلوا بنا ومرحبا بأسئلتكم. وصف ديالو قال بأنه عقد مع شخص عنده هو محل تجاري كما أشار، دار عقد مع الشخص اللي ذكر عليه بأنه يتحمل جميع تكاليف المصاريف المتعلقة بالمحل التجاري. الآن الشخص اللي كرا ما بغاش يأدي الضريبة على النظافة. واش الضريبة على النظافة كتدخل في العقد ولا في التسمية اللي أشار إليها؟ العقد شريعة المتعاقدين. الإشكال اللي عندنا شنو هو؟ وأن الأصل أن ضريبة النظافة تخلصها الموكري هو اللي تخلصها. نعم. ماشي المكتري، ولكن الى نص العقد الكراء بانه يتحمل المكتري سنوليو نحتكموا العقد. عقد الكراء هنا عقد الكراء فيه اشكال لانه نعم. غامض في الصياغه ديالو. يتحمل جميع التكاليف والمصاريف. يقول لك انا التكاليف هي قصدت بها كما ما دخلش الضريبه، ماشي تكاليف مثلا. نعم. هذيك التحمل تبع المكري ما تبعليش انا. يعني الصيغه غيبقى فيها نزاع في وسط المحكمه. نعم. والمحكمه هي اللي غتحسم. غادي يبقى تفسير العقد، تفسير العقد موكول للقضاء. بحال دابا القضاء عطى القانون صار انه يفسر العقد ويشوف ذاك المبهم ويخرج النيه المتعاقدين فين انصرفات. واش انصرفات ان تعتبر حتى ذاك الكراء ذاك ضريبه النظافه داخله في هذا التكاليف والمصاريف، او ان المكتري تينازع تيقول لا التكاليف والمصاريف مقصود بها هو الماوض الضو والكرا وتحملات العمال والضريبه المحل التجاريه والامور اللي لا عندي علاقه بها انا. لأن بعض المرات شي وقع تيقدر يكون ذاك المحل النظافة تابعة للدار كاملة، دار نظافة المحل داخلة مع الدار داخلة مع كل شيء. مرات تيطرح هذا الإشكال في بعض النوازل. واضح. كان معنا السي مصطفى.